خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان. بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. شيخ الحبيب مساني في مرة أخرى بعد ما قضينا الجولة الخاصة بغرفتي الحديث، وطوفنا في كل الكتب سواء كتب الحديث وكتب الرجال والكتب المسندة، وبدأنا الآن في غرفة الفقه. وقلنا أن هذه الغرفة هي خاصة بالفقه فقط وليس بأصول الفقه. أي نعم. وفضيلتك رتبتها حسب المذاهب الأربعة. أي نعم. وهذا الشق خاص بالمذهب الحنبلي. الحنبلي. نعم. خاص بالمذهب الحنبلي. وطبعاً يعني نشأتي في قراءة كتب الفقه كانت على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، طبعا بدلالة شيخنا الألباني رحمة الله عليه. هو الشيخ الألباني هو الذي أثر في بنياني العلمي، أول لبنة في بنياني العلمي كانت على يد الشيخ الألباني على كتبه طبعا، حتى التقيت به في سنة 1407 بعد ذلك. فكنت أراه يعني يعظم المذهب الحنبلي وينقل عنه كثيرا، فأثر هذا علي، فكنت حريصا على اقتناء كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وأول كتاب اشتريته كان كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكان يصدر أظن في ملازم صغيرة، طبعة الباب الحلبي على ما أذكر، أرجو ألا أكون وتجمع بعد ذلك وبعدين أجمعها بعد كده. فأنا الحقيقة جمعت حوالي 4 أو 5 ملازم من الجزء الأول، وبعد كده لم أواظب على متابعة بائع الجرائد أن أنا أكمل، فطبعا فاتني شيء من هذا، لكن استفدت كثيرا جدا من هذا الكتاب، وهو من أحب الكتب إلي. كتاب زاد المعاد هو هذا، زاد المعاد ابن القيم اللي هو طبعة الرسالة. وديك شايف يعني هنا يعني كتب ابن القيم كلها على بعضها، وكتب الشيخ الإسلام كلها على بعضها. طبعا فتاوى مشايخنا في السعودية الشيخ ابن باز، هذه فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة، وتشيخ المز هنا هي جنبها في تشيخ ابن عثيمين، والمجلة اللي فوق خارجية برضو مجلة. نعم. الفقه، مجلة الأوقاف الكويتية ولا غيرها؟ لا لا لا، مش الأوقاف الكويتية، مجلة الأوقاف الكويتية هنا في قسم. نعم. المجلات العلمية. نعم. واخد بالك، دي المجلة اللي ارتكبتها في السعودية قبل ذلك، طبعا ما كملتهاش لأن الحقيقة لم أواظب على أعدادها، وإن شاء الله نشوف يعني. كان تصدر حوالي 36 عدد تقريبا، والباقي لم أحصله، فلعلي إن شاء الله نتواصل مع بعض إخواننا هناك يتمم لنا باقي المجلة. وهذه كلها يعني هذا مثلا الدرر السنية، هذه أيضا هي كأن أسئلة وإجابات في الفقه. بالضبط. بالضبط. الفقه الحنبلي اللي هو كتاب الدكتور أسئلة نقدية عبد الرحمن بن قاسم. أي نعم، رحمة الله عليه، الذي كان له عمل مع حفيده في فتاوى شيخ الإسلام. أي طبعا. والناحية دي اللي هي الفقه الإيه، الفقه المقارن، اللي هي زي ابن حزم ونيل الأوطار وسبل السلام، اللي الجماعة اللي مش متقيدين بمذهب معين. نعم. حتى الأبحاث العلمية الجديدة برضو إيه حطيتها هنا، والمجلات العلمية دي أظن مجلة الجامعة الإسلامية التي كانت تصدر قديما. يعني هذا الركن الحقيقة هو ركن المجلات العلمية، وخبرك وكتب الفقه هي المستقلة اللي غير مقيدة بمذهب معين يعني. جميل جدا.
و طيب وهذا واعتقد ان هذا الشق اللي في منتصف المكتبه لم يكن موجودا، ولكن كما تفضلت انك اضفت. عملته من حوالي شهرين كذا، اللي هي لما ضاقت الاماكن. لو ضاقت الاماكن والكتب موجوده على الارض، وكل ما احتاج الى كتاب بعناء معنا طبعا عشان تجيب الكتاب من ركام هذه الكتب، فده برضو داخل دافي ابحاث الفقه المستقله. شيخنا يعني ما هو ما هي الكتب الاكثر او الاقرب الى يدك في كتب الفقه؟ الحقيقة يعني كتب بالنسبة للفقه الحنبلي، نعم الفقه الحنبلي الحقيقة عندي المغني من قدامة، طبعة نعم. هجر، وطبعة جيدة جدا اللي طبعا الدكتور عبد الفتاح الحلو، الله يرحمه الأستاذ فتاح الحلو، نعم. كان بيشتغل فيها لما كنت بزوره في مكتبي في أرض اللواء، نعم. كان لسه بيشتغل فيها مع فريق منذ زمن طويل من المحققين. كتب طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ده أساسي بالنسبة لي، نعم. وبعدين بعد كده المرداوي مثلا في كتب الزركشي الحنبلي، مش الزركشي الامام زركشي بدر الدين الشافعي، لا الزركشي له كتاب على مختصر الخرقي حوالي 7 مجلدات جيد حلو برضه كويس. اذكر لما كنا في الحج سويا شيخنا، حين كنت تتكلم في القضايا المتعلقه بالحج كان اعتمادك على كتاب شيخ ابن عثيمين، كان معي على اساس انه كان سهل الوصول الى المعلومه لو أشكل علي شيء وكذا يعني. لا لعلك تذكر صاحبنا هذا. طبعا. طب خلاص أحطه عشان نخبيه. أنا أخبي الاسم. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. ها هو اللقاء المتجدد المستمر الماتع مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. جولة أخرى في سيرة حياتكم الكريمة، رفع الله قدرك في الدارين، ورحلة الكتب والتأليف وطلب العلم، وتبسنا كلمة ختمنا بها حلقة الماضية وهي قضية ثقافة السنة، ثقافة السنة، وأنه حتى نستطيع أن ننشر السنة، لأن العلم في حد ذاته وسيلة، الغاية الأقرب أن ينتشر دين الله تبارك وتعالى، وأن نستطيع أن نقيم هذا الشرع على صورته الكاملة بإذن الله عز وجل. فثقافة السنة تفضلت وقلت أنه حتى نطبق السنة وتصبح ثقافة وتصبح منهج لابد أن يتشربها كل الناس، ولن يتشربها الناس من أنفسهم، لابد من داعية يتحلى بمجموعة من المواصفات على رأسها الحكمة في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وحسن الأداء، حسن أداء الرسالة التي يحملها، حتى نصل إلى الهدف وهو انتشار ثقافة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين يمكن أن تضع كلمة الحكمة إلى الله عز وجل في دعوتك في هذه الفترة؟ هل كانت موجودة على أكمل وجه، أم أنها كان يفتقر إليها البعض، أم أنك يعني واجهت مواقف معينة تستطيع أن تمس فيها هذه القضية؟ تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثقافة السنة كما تفضلت تحتاج إلى لسان جيد وأداء حسن واختيار للموضوع، لأن تقريب المعاني إلى العوام موهبة، لا يستطيع كل أحد أن يقرب المعاني إلى العوام. لذلك رأيت أن أقدم نفسي إلى الناس قديما يعني من خلال القصص النبوي والقصص القرآني. سورة يوسف أنا عملت حوالي 37 خطبة جمعة في سورة يوسف، كان من حوالي أكثر من 20 عاما، وكنت أقف عند العلامات الكبيرة في السورة، وإلا فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أنه سمع بعض العلماء يقول إن في سورة يوسف 1000 فائدة. الله أكبر. 1000 فائدة. حتى أنا بدلي يعني قبل ما أسافر إلى ألمانيا بحوالي سنة
أن أبدأ في تفسير هذه السورة وأن أصل بها إلى الألف. يعني خطر ببالي أن أفعل هذا، ولكن صرفت بسبب الأحداث اللي كانت تكون في البلد من الرد على هؤلاء الذين يشتمون الصحابة والذين يتكلمون في البخاري. شغلت الحقيقة عن يعني هذه الأمنية. وهذه كلها شواغل وصوارف مع الحياة، أن الإنسان منشغل بدعوة ومنشغل بعمل ومنشغل بوصلة، كل هذه تدور في الفلك، لكن واجب الوقت نقول. نعم. هذا واجب الوقت. يعني واحد مثلا يسب أحد من الصحابة، مش هيجي أرد عليه بعد ست أشهر، خلاص الحدث راح، لكن الناس قرأوا هذا وانفعلوا بعملها قضية عشان أقدر أوصل المعلومة بتاعتي. كذلك إن لم يكن هناك مقتضى للكلام ينبغي للمتكلم أن يجعل له مقتضى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أحب يوما أن يعرف الناس حقارة الدنيا خرج مع أصحابه يوما ووقف معهم على جدي أسك مقطوع الأذنين ميت، فوقف عليه وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قال والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك. قال ترون هذه هينة على أهلها؟ طبعا لو كانت مكرمة كان دفنوها مثلا، لكن كنا يرموها على قارات الطريق، هذا يدل على إيه؟ كمال الهوان. فقال ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. هنا أصبح في صورة أمام الصحابة، جدي أسك ميت، أهله رموه على قارعة الطريق، لم يحتفوا به مثلما كان حيا، فأصبح في نوع من المقارنة. أدي الدنيا التي ضرب بها المثل، الجدي أسك ضرب به المثل، والدنيا هي العبرة. توظيف للحدث. توظيف للحدث. فالمفترض يعني إذا لم يكن ثمة مقتضى أجيب له مقتضى. فمثلا لو أنا عايز أتكلم عن أبي بكر الصديق مثلا رضي الله عنه، وعايز أخلي الناس كلهم يلتفتوا إلى حقيقة وفضل هذا الرجل اللي هو خليل النبي، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وثانية اثنين في الغار والآخر، ممكن أجيب ما فعله الروافض الآن. الروافض الآن طبعا هم يكفرون أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر هما الجبت والطاغوت عند الروافض الشيعة دول. والكلام لما أقول أن يقولون عن أبي بكر وين أظهروا خلاف ذلك؟ نعم، وين أظهروا خلاف ذلك؟ وين أظهروا طبعا هم عندهم مبدأ النفاق، أن يخفي في قلبه ما لا يظهره بلسانه. فأنا عايز أقول لما هيج المسألة دي وأجعل القضية قضية حياة، أذكر ما يقول هؤلاء فيصب اللعنات عليهم. حتى احنا عندنا في الشتائم العوام يقول يا ابن الرفضي يا ابن الرفضي يا ابن الرفضي، يعني يا ابن الرفضي، وهذه شتمة قديمة أنا كنت زمان أسمعها في الأرياف، يقول لك شوف ابن الرفضي بيقول إيه أو بيعمل إيه أو الكلام ده، وكثير من الناس ما يعرفوش معناها. لا، هي يعني يا ابن الرافضي، الرافضي أي الذي يسب أو يكفر جماهير الصحابة ما عدا ثلاثة أو خمسة أو ستة أو كده. وهنا في مصر في حب حقيقي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أيضا إذا جاءوا لينشروا التشيع لن تكون نشر التشيع بمباشرة سب أصحاب النبي. شوف طبعا يعني كما نعلم هم يدخلون إلى يعني التشيع من محبة أهل البيت، ويعلم الله عز وجل أنهم أعداء أهل البيت الذين يلصقون بهم كل هذه الأكاذيب، لا يمكن أن يكون حبيبا. لكن محبة أهل البيت ويتفجعون على الحسين رضي الله عنه وماذا فعلوا فيه وإلى آخره، وذلك تجد الشيعة متعلقين بالحسين وليس بالحسن. الحسن رضي الله عنه السيد غير مذكور عند الشيعة وغير محتفى به ولا بذريته. ليه؟ لأن الحسن رضي الله عنه إنما ترك الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان وسمي العام عام الجماعة، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث قبل أن يحدث، قال إن ابني هذا سيد، الحديث البخاري، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين أو فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان. والمهدي حسني وليس حسيني. أي نعم، فهم زعلانين من الحسين أو لا يحتفون بالحسين. ليه؟ لأنه كيف أترك هذا لمعاوية؟ بالحسن عفوا. بالحسن عفوا رضي الله عنه. نعم. إنما يحتفون بالحسين رضي الله عنه لأنه الذي خرج على يزيد. وذلك الشيعة
ما يدخلون قرية إلا أفسدوها وقلبوا الناس على النظام، أي النظام مع قطع النظر هو النظام حسن أم سيء يعني. فأنا عايز أقول يعني لما بيدخلوا عن طريق الصوفية، الصوفية يعظمون أهل البيت وروحوا المساجد فيها قبور وإلى آخره، فهم يدخلون من خلال الصوفية. أنا أقول صوفية مصر سنة، وأقصد بكلمة سنة في مقابل شيعة، مش سنة في مقابل بدعة، مش سنة في مقابل بدعة، وإلا فعندهم بدعة كثيرة جدا، لكن سنة في مقابل شيعة. لو أن أحد هؤلاء الروافض تكلم بتكفير أبي بكر أو عمر أو أي صحابي أمام أي صوفي في مصر لهاج عليه وماج بالضبط كده، يعني لن يفوت منهم. ليه؟ لكن هم بكل أسف زي ما حسن نصر الله أيام كان الحرب بينه وبين اليهود يقول ونترضى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم واحد جاء قال لي أخي أنت بتقولوا بيسب الصحابة، أقول لك نترضى عن أصحاب النبي، قلت له على الثلاثة اللي ما بيكفرهمش، ما هو ثلاثة وفي رواية وخمسة في رواية ولا وسبعة على حاجة سبعة في أعلى رواية، أعلى رواية سبعة مثلا فيما وقفت عليه من كتبهم. فأنا عايز أقول لما يقول ورضي الله عن الصحابة عن السبعة دول، لكنه يكفر بقية يكفرهم بقية الصحابة. فأنا عايز أقول يعني الشيء يعني حتة أن يدخلوا عن طريق الصوفية، أنا أهيب يعني بالصوفية أن يأخذوا يعني حذرهم بالضبط حذرهم من هؤلاء الروافض الذين يدخلون باسم يعني محبة آل البيت ويعكرون عليهم، لأن هو بعد ما بيدخل بمحبة آل البيت والتفجع على الحسين وكيف قتلوه وكيف مات عطشانا وكيف أن ذريته والسوبية زينب وعبد الله والكلام ده، وبعدين يبكون ويولولون والكلام ده، فيقوم المستمع ما يصعب عليه الكلام فيبكي وتأثر فينتقل للمرحلة الثانية. قلت طب إيه رأيك بقى في الذين تركوهم وأبصروهم ولم ينصروهم؟ هؤلاء يمكن أن يكونوا من محبي آل البيت؟ يعني تخيل واحد يضرب ويهان من الأشراف الكلام وأنت تستطيع أن تنصره ولم تفعل، هؤلاء محبون؟ يقول له طبعا ليسوا محبين، طب هذا فعل هذا أنس بن مالك وأبو هريرة والكلام ده وإلى آخره والكلام، تمام. طيب هل يمكن بلاش أن ينصره، خليه عاجز عن أن ينصره، لكن هل يمكن أن يضع يده في يد أعدائه وإذا أخذوا عليهم البيع بايعوهم وقاتلوا معهم؟ هل يمكن أن يكون هؤلاء مسلمون؟ ابتدينا بقى ندخل في التكفير وأنهم خلعوا العهد خطوة بالضبط كده. هم لا يدخلون إطلاقا في أي بلد الدخل المعروفة، إنما يدخلون بهذه الإيه؟ بهذه الصورة. فإذا وجدت واحدا يتكلم وتفجع عن الحسين رضي الله عنه وبدأ يتكلم، يعني أن هذا رجل رافضي قبيح يريد أن يتدرج بهذا المستمع شيئا فشيئا حتى يحوله من طائفة السنة أو تحت الراية العامة للسنة. فأنا القصد أقول أن توصيل المعلومة، يعني أنا النهاردة لما أجي أتكلم عن التشيع أذكر ما يفعله هؤلاء فأجعل قضية، أجعلها قضية مش مجرد معلومة باردة. يعني لما سب بعض هؤلاء الأقزام أبا هريرة رضي الله عنه وردت عليه في سنة 2007 وكنت يعني شديد الغيرة والحماسة في خطبي، فبعض الناس قال يعني طب ما أنت بدل ما تثير المسألة دي طب ما تعمل ترجمة لأبي هريرة. قلت أبو هريرة نار على علم، لا أحد يريد ترجمة أبي هريرة، أي واحد يقول طب يعني الأحداث ملتهبة حولنا في كل مكان وده بيتكلم عن ترجمة أبي هريرة، ما هي المناسبة أن أتكلم؟ أنا جعلت قضية أبي هريرة قضية حياة، كيف يمكن أن يسب أبو هريرة رضي الله عنه ويقال هذا أراجوز مثلا أو صاحب المضيرة أو مثلا، أو أني يعني كان علي يقول أكذب الناس أو افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أو باع النبي لمعاوية بعدة دراهم، هذا الكلام السفيه الحقير الذي نطق به هذا الحقير، تمام. والمكذوب على كليهما، والمكذوب على كليهما، على علي بن أبي طالب على علي قولا وعلى أبو هريرة فعلا. أي نعم. فأنا عايز أقول يعني إذن الداعية الناجح هو الذي يجعل الكلام دائما مقتضى. فأنا الحقيقة أول ما بدأت بالقصص النبوي وبدأت أسقطه على الواقع، فأنت عارف القصص له يعني بهجة والناس تحب سماع القصص والكلام ده، فبدأ فيه يبقى فيه إقبال. هذا الإقبال أنا استثمرته في علوم الآلات، لما كنت بشرح علم الحديث في المساجد أو لما شرحته على قناة الناس وجدت أن كثيرا من الناس تعلق بهذا العلم حتى تيسير المعلومة، وده يمكن أحد أهم الأسباب التي جعلتني لا أتم كتابا،
لأن بعض إخواننا يقول طيب أنت رجل مشتغل بالحديث لا يتم كتابا شرحا يعني شرحا لا يتم ولم تتم كتابا في علم الحديث وأنت متخصص في علم الحديث. الواقع أنني عندما أشرح أو الناس عندما يعني يسمعونني يفهمون مني، فلما أجي أشرح في مصطلح الحديث ألاقي المسجد ما الآن ناس عوام متصورين أن ده الدرس المعتاد اللي هم بيفهموه مني هيجي يفهموه. فعندما أجد المسجد ملآن تقريبا بالناس أغلبهم عوام وأقلهم من طلاب العلم فتبسط اللغة ويسر جدا المعلومة وأدخل في التراجم والآخر والكلام ده، فده اللي خلاني مش قادر. وكان طبعا كان محرجا علينا أن نجتمع في مكان مغلق، يعني حتى مكتبة الشيخ الإسلامي بمسجد الشيخ الإسلامي ابن تيمية ما كنتش بعرف أطلع لها. ليه؟ لأنه كان يجي الجماعة المخبرين يطلعوا المكتبة إذا وجدوا أي اجتماع للطلبة يقول لك بقوا يشتروا تحت الأرض يا باشا ومش عارف عاملين يا باشا، وقد لفت نظري في هذا، قال إذا كنت تريد أن تعطي معلومة يبقى في المسجد تحت عين السمع الناس وتحت بصرهم، لك تعودوا في مكان مغلق يبقى أنتوا أكيد بتعملوا حاجة. فما عرفتش حتى أجتمع يعني حتى في مكان يعني مغلق مع الطلبة مع خلص الطلاب الذين يمكن أن تعلمهم. نعم. يمكن مع الشيخ الإسلامي ابن تيمية المعهد الشيخ الإسلامي العلمي اللي احنا الحمد لله أتممنا بناءه منذ أقل من شهر تقريبا كبناء كصب وطوب يعني، لكن بقي تشطيبه. فأنا يعني انتهت هذه الفرصة وأهيب يعني بإخواننا المحسنين أنهم يعني يبذلوا ما يستطيعون من الأموال حتى نتم هذا المعهد، وأنا أطمع في وجه الله الكريم أن يعينني على يعني إكمال تشطيب هذا المعهد وليعمل إن شاء الله في أول العام القادم إن عشنا يعني في أول العام القادم بإذن الله نبدأ في العمل. إحنا قدام شهر 6 الآن يعني قدام 6 أشهر وطبعا هو يحتاج إلى مش أقل من 7 ملايين عشان خاطر نكمله يعني. نعم. ليقوم بالمهمة التي يقوم بها الشيخ والمعلم تدريس المنهج الخاصة. العلمي الكامل للخاصة وتتبقى المساجد لعامة الناس والدروس العامة وما يحتاجه الناس الذي هو أيضا يجب أن لا يتوقف. ما هو ساعتها إحنا لن نشرح في المساجد علوم الآلات خلاص. نعم. أصبح لنا مكان نشرح فيه وتبقى المساجد للعوام لتحقيق قضية الثقافة لتحقيق مسألة الثقافة وإيصال المعاني التي حرص النبي عليه الصلاة والسلام على نشرها بين أصحابه، مسائل الأمانة والخلق، ويلخص هذا جميعا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو في اللفظ الأشهر منه أتمم مكارم الأخلاق. فكل شيء من الخير إنما يدخل تحت منظومة مكارم الأخلاق. نعم. وإحنا الحقيقة فقراء جدا في هذا العرض الشيق، وإن كان يعني في السنوات الأخيرة أعتقد أننا بصفة عامة مجمل المشايخ ومجمل الدعاء إلى الله عز وجل أفلحوا في أنهم يجذبوا كثيرا من الناس إلى هذه المنظومة. نعم. شيخنا نعود إلى قضية الثقافة والتي يعني التي تتخذ من الحكمة مطية حتى تصل المعلومات للناس، وذكرت أن دعوة العلماء والمشايخ كانت تتخذ سبيلا في محاربة كل الأفكار الهدامة والتي على رأسها فكر الرفض. الحكمة هذه التي كنت تمارسها أعتقد في مخزون فضيلتكم شيء مما طرفت مما ذكرته سابقا وفي دعوتك في بلدك أو في البلاد المجاورة، وكذلك بعد الاستقرار في كفر الشيخ وفي ما يجاورها من مدن لابد أن هناك أحداثا بارزة في ذهنك تبين كيف كان الداعية أو كيف يجب على الداعية أن يستخدم الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طبعا أو حتى في محاربة الأفكار الدخيلة. طبعا يعني المواقف كثيرة جدا الإنسان يعني لا يستحضر أكثرها إلا إذا طبعا تريث واستجمع ذهنه، لكن أنا أذكر يعني في مرة من المرات في بعد حوالي 3 سنوات أو 4 من مجيئي إلى بلدي إن في بعض الشباب دعوني إلى إلقاء محاضرة في بعض المراكز المجاورة لنا، فكنت قبل ذلك في مجلس مع إخواني وبيحكوا حكايات إن بعض المشايخ السلفيين ذهب إلى هذا البلد وأعطى محاضرة في أصول الدعوة السلفية. نعم.
فكان في هذا البلد فكر معين لبعض الجماعات المنتشرة آنذاك، لما وجدوا هذا الشيخ يتكلم في أصول الدعوة السلفية قالوا هذا الرجل لا يطأ البلد مرة أخرى، تمام، وفعلا حرموه من دخول البلد. هم بيتكلموا يعني على الغداء أو في جلسة. هذه القصة بقيت في ذاكرتي. بعد عدة أشهر كلمني أحد الإخوة في هذا البلد وقالوا يا ريت تيجي تدي محاضرة، فتذكرت قصة قصة صاحبنا. فقلت طيب أنا لو دخلت وتكلمت باسم الدعوة السلفية ربما يكون مصيري كمصيري سلفي. نعم. الذي منعوه من دخول البلد. سلفي السلفي. سلفي سلفي. أي نعم. سلفك السلفي. أي نعم. فقلت طيب ماذا أفعل؟ أنا رجل أدعو إلى أصول الدعوة السلفية، والسلف هم القرون الثلاثة الأول، الصحابة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، القرون الثلاثة يعني. ماذا أفعل؟ الحقيقة خطر ببالي أن أخفي هويتي اللي اسمها السلفية. قلت لن أذكر كلمة السلف ولا السلف الصالح ولا أي حاجة عن السلف ولا حتى السلف، تاخد بالك إزاي؟ فقلت خلاص أخفيها، وبقعدت أقول طيب ماذا أقول ماذا أقول حتى يعني أعبر عن هذه المرحلة وفي نفس الوقت ما يكتشفوش أن أنا جاي عشان أدعو لمذهب السلفية. فنجم إلي إلى عقلي مسألة القرون الثلاثة الأول، نحن على مذهب القرون الثلاثة الأول، مين هيتبرى منها؟ مين هيقول لا أنا لا على مذهب النبي ولا الصحابة ولا التابعين؟ ودي ما فيش فيها مشكلة، وأترك كلمة السلف وكل مشتقاتها في هذا. ولا يمكن للجماعة أبدا أن تعترف أن تنكر أن تنكر أن تنكر لو أنكرت كأنها أنكرت الثلاثة القرون الثلاثة الأول. وفعلا ظللت 4 سنوات في هذا البلد لحد ما تطبع الناس بفكري، وخلاص بقى كلهم تلمذتي، بشرح بقى أصول الحديث واشرح في الفوائد لابن القيم، انطبعت الفكرة لحد ما يعني انقطعت عن البلد لمدة سنة. فنجم خلاف، وأخواننا اللي كانوا في هذه البلد بدأوا يقاومون الشباب بتوعنا اللي بيرفعوا راية الدعوة السلفية، قالوا شوف نحتكم للشيخ أبو إسحاق، ده اللي هم أصحاب البلد، نحتكم للشيخ أبو إسحاق واللي يقول عليه يمشي. فذهبت إليهم للصلح بقى، الجماعة من هنا والجماعة من هنا. فأنا بدأت الكلام، يا جماعة أنتوا جايبيني ليه؟ قال عشان تحكم بيننا. قلت كلامي يمضي عليكم ولا أنا هقعد أسمع مشاكل في آخر واحد يقول أنا حر؟ قال لا كلامك يمضي عليك. قلت لهم أنا ظلت معكم 4 سنوات، ما رأيكم فيما قلت في خلال 4 سنوات؟ قالوا نعم ما قلت. قلت هل هناك إشكال أن نسمي هذا الفكر باسم؟ قالوا لا. قلت لهم اقترحوا الأسماء. فاللي يقول الدعوة الإسلامية واللي يقول مش عارف، يعني حاولوا كل واحد يبعد عن السلفية الجماعة بتاعته، ولو الجماعة بتاعته كمان يعني الإخواني ما يرضاش يقول إخوان، الإخوان والسلف ما يرضاش يقول سلفي. قلت لهم اختاروا أي اسم ولنفتفق عليه، اللي يقول الدعوة الإسلامية واللي يقول مش عارف الشباب اللي إيه والكلام ده. قلت لهم إذن يمكن أن نسمي هذا بأي اسم؟ قالوا جميل. قلت لهم طيب لما يكون في اسم عريق وله قدم يعني ولا دور على غيره، لأن أنت لما تقول الدعوة الإسلامية شيء طبيعي يسألك يقول لك طب أنت بتقول إيه؟ فكرتك إيه؟ أدعوني إلى فكرك. نعم. كمان فإيه رأيكم لو جبنا اسم، لو أول ما حد يقوله المتكلم أو السائل يعرف هو فكره ورايح لفين. نعم. مش ده أفضل ما نجيب اسم جديد ونعمل كتالوج بقى ونقعد نعرف الناس إحنا مين؟ قالوا نعم ده كلام جميل. قلت لهم أنا بقول أنا الدعوة السلفية، ممكن تزعلوا مني؟ أو كل اللي انتوا سمعتوه على مدار 4 سنوات هو الدعوة السلفية، ممكن تزعلوا مني؟ سكتوا، ما رضوش تكلموا، يعني اللي كان بيقول الدعوة السلفية الدعوة السلفية بدا سكتوا. قلت يا جماعة هذا اسم عريق، اسم عريق له جذور في التاريخ، أول ما تقول سلفي أنا بعرف الأصول بتاعتك إلى آخره، واخد بالك إزاي؟ والحقيقة دي أنا استفدت هذا الفكر في هذه المسألة من قصة كنت سمعتها قديما. طيب نسمع القصة، لكن لا. بس استأذنك أن تكون هذه القصة هي منطلقنا في الحلقة القادمة. طيب ماشي، إن أنت دائما تقطع علينا كل علي. ما نسخن بقى أن حقك علي المرة دي، ما هم كلهم بيقولوا أنا بقاطعك بس أنا قاعد ساكت بسمع لا. و لا أنت يعني وأستمتع ممتاز يعني الله يرفع قدرك شيخنا.
وخليني أتكلم في الموضوع في حلقة قادمة برضو طيب عشان موضوع المقاطعة هذه. أسأل الله عز وجل أن يصلنا بوصله الجميل. جزيت الجنة شيخنا الحبيب، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، لازال الوصل مستمرا بلا انقطاع، ولكن استمراره يكون في الحلقة القادمة، فانتظرونا على الخير والطاعة. دمتم في طاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.